رقابتنا المستقلة. رقابتنا المستقلة. احنا بنبنيها بايدينا. احنا بنبنيها بايدينا. يا زملاء، كل اللي عايز ينشئ نقابة مستقلة لحماية النيل العام يقاتل ويحارب عشانها. زمايلنا في الضرائب العقارية واجهوا ظروف أصعب بكتير. واجهوا مش بس أمن الدولة، واجهوا حسين مجاور، واجهوا وزارة القوى العاملة، واجهوا لجنة السياسات في الحزب الوطني. اجتمعت مخصوص عشان نقابتهم. وقدروا يقفوا ويكافحوا علشان يفتحوا باب العمل النقابي المستقل في مصر. والباب اتفتح ومش هيتقفل.